حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. شاعرنا في هذه الحلقة هو شاعر آمن بوطنه كاملا مجتمعا غير مجزأ، ينتمي إلى تراب وطنه ولا يحب أحدا أكثر من الآخر، إنما قسم قلبه على كل ذرة تراب على امتداد الوطن الذي يحب ويؤمن به وبكل أبنائه، ويرجو للكل أن يتقيد بذات الفكرة التي أوقف تجربته الشرية من أجلها، وفي سبيلها لا يزال يصعد باحثا عن اسمه بين الكبار، وهو يعرف جيدا كيف يصل وحتما كما قال في أكثر من مناسبة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف هنا في الأستوديو معنا الشاعر الليبي الأستاذ عبد السلام أبو حجر. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا عبد السلام. الله يسلمك، الله يحفظك، بارك الله فيك على هذه المقدمة، وأنا مسرور جدا بلقائك ومسرور بتجدد اللقاء بعد أول لقاء بيننا. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. وأهلا بك، أكيد هي لقاءات ممتدة ومتواصلة، ودائما قناة الرافدين تمد الجسور بين قلوب المحبين، والمودة موجودة وكذلك صحبة الشعر قائمة. وقبل الذهاب إلى الشعر والكثير من يعني المشاغبات والمشاكسات في هذا الفن الجميل يا عبد السلام، نريد في البداية أن تعرف الجمهور عليك بحدود ما تحب. كلمنا عنك بحدود ما تحب أن نعرف نحن عن عبد السلام أبو حجر، تفضل. نعم، أنا عبد السلام سعيد من مدينة بنغازي بليبيا، طالب في جامعة بنغازي في مرحلة الماجستير. نعم. أدرس الأدب العربي. جميل. وأكتب الشعر، وليس لي مشاركات كثيرة في المسابقات الشعرية وما إلى ذلك، ولكن هناك يعني شيء غريب في حياتي. أنا لا أتدرج في الأمور، ولكن أصل إلى الأمور الصعبة متجاوزا الخطوات التي قبلها. يعني مثلا لا أسافر كثيرا. حاول أن توضح أكثر للمتلقي، تفضل. لا أسافر كثيرا. نعم. ربما خرجت من ليبيا 3 مرات، ولكن الخروجات يعني كانت إلى وجهات صعبة. لم أشارك في مسابقات شعرية كثيرة، ولكن المسابقات التي شاركت فيها يعني كانت ضخمة. ليس لدي مشاركات في أمسيات ومهرجانات كثيرة، ولكن شاركت في مهرجانات كبرى، أو مهرجان الشعر العربي في إسطنبول هنا. جميل. فيعني هذا يعني شيء غريب في حياتي، ولا أفهمه، يعني أتأمله ولا أفهمه. طيب يا عبد السلام، مباشرة إلى الأمور الصعبة. يا عبد السلام، يعني أنت قلت ليس لي مشاركات شعرية أو مشاركات في مسابقات شعرية، كأنك تريد أن تلمح لفكرة، كأنك تريد أن توجه المتلقي ليستنتج مثلا شيئا ما خفيا ظل في نفس عبد السلام. حاول أن تكون أكثر صراحة، ما رأيك؟ نعم، المسابقات في عمومها ليست يعني مكانا لتقييم أو لوضع قيمة معينة لتجربة الشاعر. صحيح. يعني إنما هي فرصة للانتشار في هذا العصر تحديداً، وسيلة لا غاية كما يقال. في هذا العصر تحديدا أحوج ما يحتاجه الشاعر هو الانتشار. يعني قد يعلو الانتشار على الموهبة. نعم. بخلاف العصور السابقة حيث كان الشعر في مجالس النبلاء. اليوم يعني الناس هم يعني الجمهور، هو عامة الناس. فالشاعر يحتاج إلى الانتشار. نعم. والمسابقات. طبعا أنت هنا تتحدث بالعموم يا عبد السلام. نعم. عن الصورة في ليبيا، هل ما ينطبق على مختلف الدول أيضا ينطبق على ليبيا من حيث المسابقات والمشاركات والمهرجانات، أم أن ليبيا لها
يعني مثلا تصور خاص في ذهنية عبد السلام؟ هي ليبيا كغيرها من البلدان في الوطن العربي، غير أن ليبيا ليس فيها يعني تجارب، يعني ليس فيها مهرجانات ومسابقات كبرى، أو ربما حتى وإن كان فيها الإعلام يعني قد يتأخر قليلا عن تسليط الضوء على هذه المهرجانات. المهرجانات والفعاليات يحتاجها الشاعر للانتشار، يعني من أي مكان، يعني نعم هو للانتشار من أي مكان في مختلف بقاع الوطن العربي، لكنه يكون أكثر سعادة لو حصل عليها في موطنه ووجدها متاحة ومتوفرة. أكيد 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 في موطنه أولا، هذا بالنسبة للإنسان الطبيعي الذي يتدرج في الأمور. أنا سبقت الشاعر الذي يسير على الطريق، الشاعر أو حتى الإنسان الذي يتدرج في الأمور حتى يصل يعني من الكبير إلى الأكبر. لكن من يطمح إلى المشاركة في مهرجانات كبرى خارج القطر أو خارج موطنه، إنما هو يسعى لكتابة وتدوين اسمه بين الكبار، ويسعى إلى شق طريقه تماما كما يحب ويستحق. نعم، يسعى إلى كتابة اسمه بين الكبار، وكذلك إلى تمثيل بلاده. يعني هذا شيء يعني مهم جدا في مسيرة الشاعر. حتى المهرجانات يعني التي شاركت فيها والفعاليات، يعني أضع بين عيني أني أمثل المكان الذي جئت منه. نعم. وهذا يعني من أولوياتي حقيقة، ليس مجرد انتشار اسمي فقط. أحسنت كثيرا. نعم. نريد قصيدة مقطوعة، سميها ما شئت، تكون عيد بداية هذه الحلقة، ولكن حاول أن ترفع صوتك قليلا فقط لا أكثر، تفضل. أبدأ بثلاثة أبيات، وهي أبيات عزيزة على قلبي. نعم. في موقف كنت في إحدى المحاضرات في الجامعة، وكانت الأستاذة تشرح قضية ما، وأتت بمثال. نعم. عن شاعر يشبه نفسه بالثكلى، ولكن الأستاذة يعني نزلت منها دمعة، متأثرة بالصورة التي رسمها الشاعر. مشهد مؤلم. نعم. وأذكر أنني كنت الطالب الوحيد بين فتيات، يعني الشاب. ربما يغبطك الشعراء على هذا ويحسدك الكثيرون عليها أيضا. ربما لا أدري. تفضل، خذنا إلى الأبيات إذن. تلك دعابة لا أكثر. فحين رجعت إلى البيت يعني وذكرت القضية والموقف وتذكرت، فقلت: تسلل منها دمعة لا أريدها، على ذكر ثكلى قد شجاها فقيدها. تسلل منها دمعة لا أريدها، على ذكر ثكلى قد شجاها فقيدها. يا الله. فلولا بنات قد جلسن بجانبي، لأطلقت دمعا مثلها أو أزيدها. يا سلام. وإني إذا عز البكاء لأجلها بكيت، ولو عز الوليد وليدها. الله الله الله، ما أجملك ما أجملك. يعني هذه بداية مبشرة، أنا صراحة متفائل كثيرا، وعلى ما يبدو أن ما سنسمعه في يعني الأوقات القادمة من هذه الحلقة سيكون أجمل بكثير. عبد السلام، على ذكر يعني التمثيل، تمثيل البلد، يعني قد تجد أن هناك مشكلة ليست لدى العامة فقط، إنما ربما تكون أيضا حاضرة ما بين الشعراء ذوي العقل الراجح. تجد أن سين أو صاد من الشعراء يستكثر على فلان أو فلان أنه شارك في مهرجان دولي، أو أخذ فرصته، أو حقق مثلا حظوته التي يشاء. لماذا هذه الطريقة بالتفكير وهذا الأسلوب بالتعامل لاعتقادك الشخصي؟ هو هذه المسألة يعني منذ قديم، يعني الحسد بين الشعراء
أمر معروف ومشهور. حتى يعني لو رجعنا إلى جذوة الشعر العربي بين أبي فراس والمتنبي مثلا، هذا نجده حاضرا ونجد هذه التنافسية. فالشعر، أنت سميتها تنافسية؟ نعم، تنافسية غير شريفة أحيانا والله، لكن ما يحصل أحيانا يتجاوز التنافسية غير الشريفة حتى إلى درجة تمني زوال النعمة، وهذا موجود للأسف. يعني لماذا فلان يشارك؟ لماذا دائما مثلا فلانة تشارك أو فلان أو فلان؟ فكرة الشكوى لماذا من الأساس؟ والله النفس أمارة بالسوء، والحسد يعني وارد بين البشر، ولكن أتمثل ما قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله. يا سلام. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فهذا يعني مسألة وقت. الحاسد هو يعني يقتل نفسه بحسد، هذا أمر لا شك فيه. والشاعر الذي يجد وقتا للحسد ربما يعني للأسف لا يجد وقتا للكتابة، للإبداع، لا يطور من ذاته ولا يصنع نفسه، وبالتالي يبقى فقط وقفا لفكرة أن ينتقد هذا أو أن يجحد هذا أو أن يستكثر النعمة على أولئك. عبد السلام، إذا أردت أن تتحدث عن ليبيا، ليبيا الفقيدة، ليبيا الشهيدة، ليبيا المتغربة، ليبيا الراحلة، ليبيا التي تشتاق إليها، أو ليبيا التي تعيش فيها، اختر أي منها وحدثنا عنها. اختر أيا منها تفضل. هذا سؤال صعب. صعب جدا ومفاجئ يعني. وأنا قبل أن أدخل الحلقة يعني فكرت، ولكن بما أني أمام مصطفى مطر فكل ما أتوقعه هو المفاجأة. يا سلام، جميل. أنا أريد منك أن تتحدث على سجيتك عن ليبيا التي تحب باختصار، كيف تتخيلها؟ أتخيلها يعني بلادا، أو لماذا أتخيلها يعني أرجو أن تكون يعني في أفضل حال. يا سلام عليك. وتكون على وفاق، وأن نحب، أن يحب بعضنا بعضا، وهذا ما أرجوه لليبيا وللوطن العربي والإسلامي بشكل عام يعني. أما بالنسبة للشقاقات والنزاعات فهذه أمور يعني تحدث حتى في البيت الواحد، تحدث حتى بين الأخ وأخيه، وأرجو أن يصلح الله الحال. أما سؤالك يعني صعب، لا لكنها الطارئ وليست الأصل. مسألة الخلافات يعني هي مسألة طارئة وليست الأصل حتى في التكوين الطيب للإنسان العربي بشكل عام والليبي بشكل خاص. قبل ما نذهب إلى قصيدة جديدة يا عبد السلام، أريد أن أعرف منك وبكل بساطة مدى رضاك وأنت شاب يافع ولكنك في القصيدة يعني تبز الكبار سنا وربما الذين لهم تجارب واسعة، عن فكرة الحراك الثقافي في ليبيا بشكل عام ومدى رضاك بعيدا عن تسليط الضوء على تجربة محددة بعينها، دعنا نتحدث بالعموميات. أولا أنا يعني أنا لا شيء لأحكم على الحركة الثقافية في ليبيا، ولكن من وجهة نظري. نعم. أعطيني التي رأيك. هي في الأساس قاصرة، عندنا تجارب ليبية قديما وحديثا لكن تفتقر إلى الانتشار. يعني مثلا حين أسأل أحدا من خارج ليبيا عن فلان من الشعراء العرب يقول نعم أعرفه. نعم. لكن مثلا حين أسأله عن شاعر الشيخ ليبي محمد المزغي أو غيره من الشعراء، أو عن أستاذي أحمد عمران بن سليم، أو عن الأستاذة منى الساحلي،
الذين درسوني يعني أو الذين لهم باع في الشعر من الشعراء الليبيين قل من يعرفهم. نعم. وهذا يعني عائق للانتشار، يعني ليس هناك انتشار للتجربة الشعرية. نعم. الليبية. هذا يعني نفس المشكلة التي تحدثت عنها وذكرتها في بداية هذه الحلقة، وهي ما ينقص أو ما يبحث عنه كل شاعر، مشكلة الانتشار. إذا تجاوزها وصلت تجربته إلى حد أكبر من المهتمين بهذه التجربة، والشعراء يستحقون كل اهتمام. ونريد قصيدة. قصيدة. حسنا، ارفع صوتك يا عبد السلام، لا نريد أن تأتي شكوى علينا، تفضل. الله دعني اقرأ ما أفكر. حسنا، هناك قصيدة يعني مرتبطة بموقف أثر في. نعم. سأقول القصيدة ولن أقول الموقف. وأنا لك الموقف ولنا القصيدة، لا بأس، قبلنا. نعم. هذه المقايضة. نعم. أنا دائما حين أقول قصيدة، حين أقول قصيدة أبدأها بقولي أنا قصير ونصوصي قصيرة مثلي. فالقصيدة بعنوان صلاة الخائفين. تؤرقني شكوك مرهفات، تؤرقني شكوك مرهفات، وتسألني عن الحب الفتاة، وباسم الحب قد ظلمت أناس أناسا، والجميع اليوم ماتوا، وأخشى أن تطالبني ظنوني بترك الحب حتى لا نجاة. لماذا تسأل الحسناء روحي عن الطرق التي فيها شتات؟ سأبحث عن طريق الحب وحدي، وباسم الحب قد سأبحث عن طريق الحب وحدي، وباسم الحب تلتمس الحياة. يا سلام عليك. وعن كذب الرواة أصول نفسي، بذكر الحب لا بشر طغاة. الله. إلى أن يقبض الرحمن روحي فأخبره بما فعل الرواة. فأخبره بما فعل الرواة. يا سلام، ما أجمله من خبر، وما أرقه من شعر، وما أنداه من إلقاء هامس. قبل ما نذهب إلى فاصل، ما هو سر الصوت الهادئ؟ هل هناك لغز ما؟ هل هناك فكرة؟ بصراحة حقيقة يعني أنا لا أميل إلى الشعر أو إلى الصوت الصاخب في العموم. نعم. إذا كان شعري قويا وتجربتي محكمة سيصل بأقل من هذا، بصوت أقل من هذا. نعم. يعني أود كلما ألقيت شعرا أن يركز الناس على الحرف لا الصوت. إجابة ذات حكمة، أحسنت يا عبد السلام. سنستريح الآن قليلا أنا وأنت، نأخذ استراحة إن شاء الله، وبعده نتابع، لكن العودة ستكون مباشرة مع قصيدة جديدة، اتفقنا؟ إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، وبعده نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعر الليبي الشاب المتميز حقا بصوته، بإلقائه، بشعره، وبأفكاره، وبحكمته التي تقارب
حكمة ذوي الشيبة. عبد السلام أبو حجر مجددا مرحبا بك. أهلا وسهلا. قبل أن نواصل النقاش وقبل الذهاب إلى مشاغبة من نوع آخر، نريد قصيدة مختلفة هذه المرة، ربما مختلفة إلقاء أكثر منه فكرة. تفضل. قصيدة بعنوان التفات. يا سلام. لأني كرهت الآن والآن ضيق، يحاصرني ما بعده فهو أضيق. يا سلام. ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب، وما في لحظتي ما يصدق. ويعجبني في الذكريات سخاؤها، إذا شحت الأوقات في الذهن تغدق. وآخيت كل الفاتنات لأنني أخاف إذا غامرت في الحب أخفق. يا سلام. ومن تهمتي كانت براءة تهمتي، وقد يبرئ المرء القميص الممزق. الله. ولكن لي سرا صغيرا كتمته، وأني سباني في الحدائق زنبق. وفي مشيه كم قلد الريم مشيه، ولكنه من مشية الريم أليق. الله. وفي صوته أنشودة بابلية، وإلهام طير في الصباح يزقزق. ولولا ارتباكي حين ألقاه لم أبح بسري، ولولا دمعة تترقرق. ولولا دمعة تترقرق، نسأل الله أن تكون دموع فرح وإنجاز وسعادة وتفاؤل ومسرات تبدأ ولا تنتهي. يا عبد السلام، كل شاعر لديه حلم ما يبحث عنه ويسعى إلى تحقيقه، يعني قد تأتيه الصعاب، الكثير من العقبات، العراقيل، إلا أنه يواصل. وهناك من الشعراء من يركنون ويسكنون، وربما يقودهم هذا الركون وهذا السكون إلى الاعتزال. إذا أردنا أن نتناقش أو أن نتحاور أو أن نحاول اكتشاف ما خفي في أعماق عبد السلام، ماذا تريد من الشعر؟ ما الحكاية بينك وبينه؟ ما الأمر؟ إلى أين ستذهب أنت وإياه؟ من سيأخذ الآخر؟ ذكرتني ببيت يقول الشاعر: وما كنت ممن سير الشعر ذكره، ولكن أشعاري يسير بها ذكري. يا سلام. فمسألة أن يكون الإنسان شاعرا، يعني هذه مسألة أو يعني شيء غريب، يعني يعطي شعورا غريبا. أذكر في إحدى محاضرات الجامعة كانت الأستاذة توقد فينا هذه الجذوة، الأستاذة منى الساحلي، كانت توقد في نفوسنا فكرة أن تكون شاعرا. ماذا يعني أن تكون شاعرا؟ ومن هنا يعني انطلقت عظيم المسألة، يعني ماذا سيكون شعوري حين أكون شاعرا؟ هذا أول سؤال طرحته على نفسي، وبدأت أحاول كتابة الشعر وأتعلم فنونه. نعم. ثم بعد ذلك صار يراودني السؤال: ما قيمة أن تكون شاعر؟ ما بماذا ستشعر حين تكون شاعرا؟ تمام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما قيمة أن تكون شاعرا؟ هل ستحدث تغييرا في هذا الكون؟ هل سيعلق كلامك في أذهان الناس وفي ألسنهم؟ هل خرقت الأرض؟ هل بلغت السماء بالشعر مثلا؟ قد يسأل سائل أيضا: هل هذا هو مطمع ومطمح الشاعر، الخلود والارتقاء؟ نعم نعم، كل شاعر يعني عنده رغبة ملحة في أن يكتب اسمه في التاريخ بطريقة
لا يمكن محوها، وما كل الشعراء يصلون إلى هذا، ولكن نحن نسير في الطريق، ليس المهم أن نصل، لكن أكثر الشعراء وكما يرى كثير من العالم من الناس من البسطاء، أكثر الشعراء حلمون وعن معاناة الجرحى والغلابة والمقهورين نائمون. يعني هذا العالم الذي يعيش فيه الشعراء لا يمكن أن يستوعب بسطاء الحياة فيضمهم، يخفف من عذاباتهم، لماذا يعيشون في معزل عن يعني وجع العامة؟ أم أن الأمر فيه قسوة على الشعراء هنا مثلا؟ أظنني قسوت عليهم قليلا، أليس كذلك؟ ولا يمكن، لا يمكن أخذ الكلام على مطلقه. نعم، هناك يعني من الشعراء من لا يتطرقون إلى مثل هذه الأمور، ينفصلون عن الواقع ويعتزلونه. نعم، وهناك من الشعراء من لديهم بصمة واضحة في هذه الأمور. الفكرة يعني تنطلق من وجهة نظر الشاعر، من معاناته، يعني هل هو يحس بهؤلاء؟ نعم. أم لا؟ والشاعر الحق يعني يحس بالإنسان بالعموم، يعني نظرة الشاعر لطفل يتألم ليست صحيح. نظرة الإنسان العادي. عجبني هذا المثل، نظرة الشاعر للطفل الذي يتألم لا تكون كنظرة الإنسان العادي لهذا الطفل. يعني جد واخترت أدهشتني الطفل كثيرا بهذا المثال. اخترت الطفل للابتعاد عن كل الجدالات، يعني لن يختلف اثنان على براءة الأطفال. تقصد الجدالات أم تقصد الشبهات؟ يعني لو قلت مثلا إنسان بالغ كذا فسنذهب في تيار آخر من النقاش صدق. ولكن الطفل لا يتسم بالبراءة، لا يختلف أحد. نعم. على براءة الطفل. أحسنت كائنا من كان لونه وطوله. نريد قصيدة طفلة، قصيدة بريئة، اقرأ علينا ما تحب. بريئة أم جريئة كانت لا بأس، تفضل. عندي مقطوعة، تفضل. هكذا، دعني أتذكر، اذهب إلى غيرها مباشرة. هاي إلى أن تحضر. تأتي لوحدها طوعا. أقول كرهت المشي في الدرب المذل، وخفت عليك يا قدمي تزلي. يا سلام، كرهت من جديد. كرهت المشي في الدرب المذل، وخفت عليك يا قدمي تزلي. وكم صادفت في دربي عزيزا فحلت فيه لعنة أن تخلي. يا الله. وعن عينيك يا كل الصبايا غضضت الطرف خشية أن تملي. يا سلام. وقالت أنت أكثرهم بهاء، ومالت بعد ذلك للأقل. علمت الناس تجرح لا تداوي، وقد عزيت نفسي بالتخلي. وقد عزيت نفسي بالتخلي، ولكنك حتما لن تتخلى عن رسالة الشعر. التخلي عن ضوضاء الناس، ويعني هو كل شيء يكتبه الإنسان يعني ليس دستورا لحياته، إنما هو لموقف ما. قد تجدني الآن أقول هذا الكلام وغدا يتغير الموقف، فالتخلي هو عارض وليس دائما. نعم. تخلي عن بعض الأمور في لحظة ما يكون له علاقة بالحالة التي يعيشها الإنسان في بالضبط. مرحلة ما في ظروف معينة بالضبط، إلا لا كان الإنسان يعني أجدى به أن يصبر على أذى الناس ويخالطهم أكثر بالضبط. خير له من أن يعتزلهم وينطوي على ذاته. أكيد أكيد، وهذه يعني إشكالية الشعر، أنه يستقي وجوده من المعاناة. نعم. يعني يجمل المعاناة في نظر صاحبه. قبل ما نخرج إلى فاصل يا عبد السلام، فكرة انطواء الشعراء هل هي حقيقية أم مبتدعة أم مصطنعة؟ بصراحة أنا أظن أن في الأمر مبالغة. هل الأمر فعلا
يشبه من مثلا يسكنه جان أو يعني يعيش حالة من حالات التخبط والماس؟ أظن أن الأمر أيسر بكثير من ذلك. القصيدة تحتاج طقوسا تفرض ذاتها تلك الطقوس، لكن لا تصل إلى حد أن يشعر الشاعر أنه ممسوس أو مجنون. مسألة الاعتزال أو اعتزال الناس أولا يعتمد على طبيعة الإنسان بغض النظر عن كونه شاعرا، يعني قد يكون هو، نعم، هو في ذاته شخصا انطوائيا فعلا، ثم قد يتأثر بموضع الانعزال، موضة يعني الوسط الشعري. نعم، يرى، نعم، أن هذا يعتزل، أن هذا يعني يقول أن القصيدة تأتيني بعد التعب، فيبدأ باختلاق السيناريو الذي يخصه ويشبه هذه السيناريوهات إلى حد ما، الموضة بعد ذلك. نعم، وقد يعني بعض الشعراء ربما يصيبه هوس بفكرة الاعتزال لتجارب شعرية سابقة، يعني مثلا عندك المعري رهين المحبسين. صحيح، هذا أحد المعتزلين، وهو من يعني ربما يعني في مستوى المتنبي. المعري كان معتزلا فعلا، لعل الشاعر حين يقرر الاعتزال يكون تأثرا بشاعر قبله. أحسنت، بشاعر قبله، فلا يمكن أن أحدد على وجه يعني أن أضع على وجه التحديد سبب الاعتزال، ولكن هي أحد هذه الأمور. نعم، يعني في الغالب لا تخرج من هذه الأمور. أما مسألة يسكنه جان الشاعر وكذا، فهذه يعني من الأساطير العربية القديمة يعني. نعم، صدقت يا عبد السلام. يمكن ريثما تتذكر قصيدتك التالية أو تختار قصيدة معينة تريد أن تسمعنا إياها؟ سنذهب إلى استراحة قصيرة وفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. نرحب بكم مجددا أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا هنا الشاعر الجميل جدا عبد السلام أبو حجر من ليبيا، عن أسماء معينة في ليبيا تستحق أن يصرح عبد السلام بأنه يدين لها بالفضل ويتحدث عنهم. لك أن تختار اسمين فقط، ما رأيك؟ أم نجعلها ثلاثة؟ نجعلها ثلاثة. ثلاثة، نعم، تفضل. كلمنا عن أقربهم إليك شعرا ومحبة. قبل أن أذكر الأسماء، أقول يعني إن أخي مصطفى وضعني يجيد في توريطك. نعم، وضعني في ورطة، ومن لم أذكره فذلك يعني لي. وأكيد أغلب الشعراء لهم كل التقدير والاحترام. وبعيدا عن فكرة المحبة، دعنا نتحدث عن شعراء يعني يجد عبد السلام أن تجاربهم ناضجة، تجاربهم مستفزة له، تجاربهم تستحق أن تعمم. شعراء كبار وهو يحب أن يعترف بفضلهم وأنهم أثروا عليه. نعم، شاعران كانا من أساتذتي في الجامعة. جميل. وشاعر آخر لم يدرسني ولكن ربما درسني شعره. يا سلام، جميل. أقربهم أو أقربهم إلي هو أستاذي المشرف الدكتور أحمد عمران بن سليم، درسني مواد يعني درسني مواد عدة في الجامعة. نعم، وكان له فضل كبير علي، وهو يعني ناقد وأديب وشاعر وأستاذ الأدب في جامعة بنغازي. هذا الاسم الأول. والاسم الثاني الدكتورة منى الساحلي،
التي ذكرتها قبل قليل. هذه المرة الثالثة التي تذكرها. نعم. هذه الدكتورة أظنها ستمنحك درجات جيدة في لا أنا دراستك. تخرجت في الجامعة يعني. جميل جدا. لا أنا أمازحك لا أكثر. وثالثهم ثالثهم طبعا قد يكون أجملهم في نفسك. في نفسك ربما كان في نفسي أنا وربما كان في نفسي أحد ما يتابعنا ربما الآن. لأنك تعرفه ربما لا تعرفهم. نعم هو الشيخ محمد المزغي. يا سلام لا شيء. التجربة أنت وتبدأ الأشياء يصحل وجوده وترتدى الأسماء. نعم يا سلام يا سلام. أحسنت يا عبد السلام. يا أم معبد كرري أوصافه فالضرع جف وشاتنا عجفاء. يا سلام. فهذا يعني شاعر عظيم وفي المديح له باع طويل. هؤلاء الثلاثة يعني من الشعراء الكبار في ليبيا. جميل. أضيف إليهم أستاذا وهو ليس شاعرا. الأستاذ الذي فهمني كيف يعمل النحو. يعني أنت متخيل أنا حتى المرحلة الثانوية لا أعرف ما النحو. تعلمته في الجامعة. هذا اعتراف. نعم. الأستاذ مراجع الطلحي درسني في مادة النحو. إضافة إلى والدي. والدي ليس شاعرا لكنه قاص يكتب القصة القصيرة. سعيد أبو حجر وأستاذ في اللغة العربية مختص في اللغة العربية. يعني هؤلاء الذين يعني أبرز الذين أثروا في فكري وفي قلمي. تقرأ قصص والدك من محبة ورغبة بالطاعة أم فعلا شوقا لقراءة منتج أدبي يستحق؟ بصريح العبارة ودعك منه، أنا أعلم أنه سيغفر لك هذه. قل الحقيقة المحضة. في البداية كنت يعني بتمرد المراهق لا أقرأ لوالدي رفضا لا أفهم سببه. ولكن حين يعني تقدمت في العمر و اختلف تفكيري كنت يعني ما زلت لا أميل إلى القصة نعم. القصيرة ولا أميل إلى الأدب النثري. لكن في كم مرة شارك والدي في القصة في مسابقات وحصل على جوائز. يا سلام. فهذا يعني خلق لدي الفضول. وحين قرأتها يعني لا أريد أن أمدح لأنه والدي ولكن نعم. بصدق يعني اندهشت من مما يكتب. جميل جدا. نريد أن نسمع قصيدة جديدة. تفضل. قصيدة. في مرة حاولت أن أكتب بطريقة حداثية أكثر. يا ساتر. نعم يا ساتر. هي محاولة أعرضها عليك الآن وعلى المتابعين ولكن أقرأها من تفضل لا بأس. ما بين أبطال الحكاية والشخوص الثانوية والأساطير القديمة والحكاية الواقعية والسطور الواضحات أو الخفية ثم من نسيته ذاكرة الكتاب. وهناك حيث الخامل المنسي من لم يستطع أن يشبه المرآة حتى في انعكاس الضوء أو رفض البخار إذا تصاعد بالضباب المشرقون عليه في جني التمور سيرجعون إلى الزوايا المظلمات وحسبه منهم مراودة السراب. يا سلام. ليست مصادفة بأن لا يقتني إلا الخسارات التي من شأنها أن تجلب الأفكار من ظلماتها وتعانق المعنى الذي يعطي القصيدة أن تحلق في السحاب. يا سلام. من بين ما نسي الكتاب مكبل بالصمت من ضيق الكلام أمام متسع العتاب. ما أجمله من متسع إذا كان عتاب محبة ويعني مصارحة بين محبين. يا عبد السلام، وقبل أن
نعود إلى قصيدة قد تكون الأخيرة في هذه الحلقة. سأطرح عليك 5 مفردات. لا أريد أن تعطيني تعريف هذه المفردات الدارج ويعني المتداول ما بين الناس جميعا، وإنما أريد منك أن تعطيني شعورك وانطباعك عن كل مفردة، ما تعنيه لك، بسطر بسيط أو بجملة محدودة تعبر عن ما قر واستقر في نفس عبد السلام. التراب. التراب، التراب يعني الأصل، يعني الجذر. البحر. البحر، الحرية. الشمس. الشمس، الحلم. الواقع. الألم. الحب. الخوف. لماذا؟ انتهت الأسئلة 5 ولكنك أجبرتني على سؤال 6. لماذا ترى الحب خوفا أم الخوف حبا أم كلاهما أو كليهما مع كليهما مع؟ هناك بيت كتبته يجيبك عن هذا. تفضل. ما دمت للناس عشاقا ومصطحبا فأنت والناس مفقود ومفتقد. يا الله، ما دمت للناس عشاقا ومصطحبا فأنت للناس مفقود ومفتقد. ومفتقد، يا الله ما أقساها. كما لو أنك تحذر الناس من المحبة، تحذرهم من الصداقة، هل لأنك تخشى من النهايات الصادمة أو المفاجئة؟ هي ليست النهاية بمعناها البسيط، ولكن لكل بداية ثم نهاية. لا يمكن أن نحذر الناس من الحب، ولكن ننبههم بنتيجته. لا يعني النهاية يعني أو الفراق بمعنى القطيعة، ولكن قد يكون الفراق موتا، قد يكون الفراق سفرا. أنت يعني تخشى من حتمية دفع الثمن يا عبد السلام. بالضبط، وهذه يعني هذا ما يجعل الحب خوفا في نفسك. نعم، ويجب علينا كلنا أن نخاف من هذه المسألة، أن نستعد للأمر ربما يهون منه. يعني مثلا رزقت بولد وكبر الولد وخرج من البلد، سافر، يا الله، واستقر هناك، هذه قاسية. مات، قاسية. فقد الوالدين، فقد الأصدقاء، هذه كلها يعني أمور يتسبب فيها الحب فعلا. يعني لو لم نحبهم لما تألمنا، لو لم نحبهم أو نحببهم لما تألمنا. صدقت، لولا محبتنا عبد السلام وقصائده العذاب لما طلبنا قصيدة ربما تكون الأخيرة في هذه الحلقة، بحيث تكون عيدا لأولنا وآخرنا مع فارق التشبيه. هي مائدة شعرية. نعم، أقرأها من الهاتف. لا بأس لك أن تقرأها من الهاتف، وسأغفرها لك هذه المرة. ربما كانت هذه مزحة لكن سنقبلها، لا بأس في ذلك. اقرأ ما تحب يا عبد السلام، ونحن مستعدون لسماعك الآن. تفضل. نص بعنوان ماض ولا وقت. ماض ولا وقت. تنسى من الوقت ما لم ينسه الوقت. جميل. تنسى من الوقت ما لم ينسه الوقت. يا سلام. أن الولادة تعني أنها الموت. يا الله، تنسى من الوقت ما لم ينسه الوقت. أن الولادة تعني أنها الموت. يا الله. بجبة الزمن الماضي معلقة كنجمة سطعت لما انتهى الوقت. تريد من غدها ما ليس في غدها، ومن سرعة خلت أن الجمعة السبت. وفكرة اليوم بعد اليوم قاسية كأنها النهر إذ يجري أو الصوت. روحي التي وجدت في الكون خالدة يعيقها جسد
فناؤه بحت. تريدني البنت أن أهوى ملامحها، لكنني عن هوى تشرين قد تبت. الله الله الله. فسل سبيل فؤادي عن تجاربه، وسل سبيل التي ما مثلها بنت، فلم أذقها ولكن حين أبصرها، فلست أبصرها لكنني ذقت. يا سلام. الحب يخترق الأزمان، يحرجها ولا تؤثر فيه سوف أو كنت. الحب كالروح، هذه الروح خالدة، وإنني بوجود الروح، وإنني بخلود الروح آمنت. وإنني بحدود الروح آمنت، ما أجمله من إيمان. قصيدة ما معلقة كقلادة في جيد نجمة، هذه القصيدة الغائبة المتدللة المتمنعة على عبد السلام، ماذا يقول لها لتأتيه طوعا لا كارها؟ اجرحيني وتعالي. يا سلام. ومن أجل ليبيا في ختام هذه الحلقة رسالة إلى كل من تحب، إلى التراب، إلى الهواء، إلى البحر، إلى الناس، إلى الأسماء، وإلى أمك وأبيك. لا يسعني إلا أن أقول أحبكم، وهي كلمة على قصورها، إلا أنها صادقة جدا. وأنت صادق جدا بشعرك وبرأيك وبصوتك الهامس. من المؤكد أن كثيرين سيضطرون إلى يعني رفع الصوت من خلال يعني على تشغيل شاشات التلفاز. لا بأس يا عبد السلام، كنت راقيا، كنت مميزا، الله يسلمك، كنت مقنعا، وكنت صادقا، وهذا ما يبحث عنه كل شاعر. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول؟ شكرا العاملين في قناة الرافدين، وشكرا لك أخي مصطفى على منح هذه الفرصة للتعبير عن من أنا. شكرا لك. وأنت عبد السلام الشاعر الطامح، والذي سيواصل تألقه يوما بعد الآخر بما يليق به وببلده وأكثر كثيرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما وأبدا كونوا في شعر وسلام. إلى اللقاء.